سيداتي والسادة، 21 ساعة تأتيكم من القناة الثانية والفضائيات المصرية، نستهلها بالعناوين. لكم التحية. تطعيم نحو 20 مليون مصريين بلقاح كورونا خلال أيام. وإصابات كورونا حول العالم ترتفع إلى نحو 243 مليون حالة. والرئيس اللبناني ميشيل عون يرفض تعديلات قانون انتخابات أعضاء مجلس النواب. تفاصيل الأحداث لكم التحية. قال مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحية والوقائية دكتور محمد عوض تاج الدين، قال إن الدولة تستهدف الوصول بعدد المواطنين الحاصلين على لقاحات كورونا إلى 40 مليونا خلال الأيام المقبلة. أشار إلى أنه سيتم تطعيم الأطفال من سن 16 إلى 18 عاما بلقاح شركة فايزر، فضلا عن تطعيم السيدات الحوامل. وأكد تاج الدين وصول نحو 62 مليون جرعة متنوعة من اللقاحات حتى الآن. خلال الويبينار العلمي للجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا والذي ترأسه الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار السيد الرئيس للشؤون الصحية والوقائية، كشف المسؤولون المعنيون عن آخر المستجدات لوضع الفيروس في موجته الرابعة لجائحة كورونا ومدى جاهزية الدولة المصرية في المواجهة. الحاجة المهمة جدا ان في احتواء شديد لهذه الحالات، كل الزملاء في كل المواقع في مصر سواء على مستوى الشغل الخاص أو المستشفيات الجامعية أو مستشفيات وزارة الصحة، كلها بتتعامل بكل حرفية وكل دقة في التعامل مع هذه الحالات. وسائل العلاج أو أسس العلاج معروفة في المؤسسات العلاجية اللي هي بتستقبل الحالات الحادة أو الشديدة أو اللي بتحتاج عزل مؤسسي، في إمكانيات موجودة سرة متوفرة. شركات الأدوية بتنتج الأدوية المطلوبة، كلها متوفرة، وإن شاء الله الأسبوع الجاي يوم 27 لـ29 إحنا هنعمل المؤتمر السنوي رقم 62 للجمعية المصرية لأمراض الصدر والتضلل، بنعرض فيه تحت، أولا إحنا بنشرف أن يكون تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يرعى المنظومة كاملة، بحيث أن إحنا نتبادل الخبرة والمعرفة ونتائج في هذا الاتجاه. كما كشف المسؤولون عن الاستخدام السيء للمضادات الحيوية في معالجة الفيروس وضرورة الاسترشاد بالطبيب المختص في العلاج. احنا بنسترس النهاردة بس على نقطة معينة نتيجة استخدامات المغبوطة شوية او الاستخدام الشائع للانتيبيوتكس مع اي مريض بيعاني من درجات حرارة او من اعراض برد او اشتباه كورونا، فبنلاقي ان حصل بس اوفر يوز او استخدام المضادات الحيوية بطريقة مبالغ فيها. فكان دايما التوجيه وكان محاضرات مع شباب الأطباء والأطباء القائمين على مستشفيات العزل على تأكيد النقطة وضرورة الالتزام ببروتوكول العلاج للفيروس كورونا. اللجنة أوضحت وصول التطعيم لأكثر من 22 مليون مواطن مصري تم تلقيحهم بلقاحات فيروس كورونا حتى الآن الإجراءات الاحترازية للمواجهة. في تدفق لهذه اللقاحات، وإحنا النهاردة عدينا 22 مليون مواطن خدوا اللقاحات منهم، وخدوا حوالي 32 مليون جرعة عشان في ناس خدت الجرعتين، فبنسير في هذا الاتجاه. وأيضا الدولة بتؤكد على وسائل الوقاية والاحتراز ولتقليل نقل العدوى أو نقل الإصابات، أيضا استخدام الوسائل الوقائية في المدارس وفي الجامعات وفي المؤسسات الحكومية. اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية سواء على مستوى جاهزية المراكز العلاجية للمصابين بالفيروس أو توفير اللقاحات للمواطنين يؤكد مجددا حرص الدولة المصرية على مواجهة المرض بشكل واقعي. محمد حلمي، التلفزيون المصري. ومعنا عبر الهاتف دكتور نبيل الدبيركي، مؤسس ورئيس معهد الصدر والحساسية الأسبق. دكتور نبيل، بعد صباح الخير يا فندم. كيف تنظر للحملة الهادفة لتطعيم 40 مليون مواطن بلقاح مضاد لكورونا
ونحن الآن كما تعلم حضرتك إن نحن الآن في بداية الجائحة الرابعة لكورونا. الموجة الرابعة يا فندم. بالضبط. احنا اولا يعني الدولة مهتمية ويعني وبتدي القطاع الصحي والقطاع الوقائي امكانيات اللي يعني كبيرة بالنسبة لينا، ولكن اللي يهمنا بس ان وعي المواطن واحتراسه. يعني الواحد بيزعل حقيقة ان الواحد يشوف الناس دلوقتي في التجمعات وقاعدين مثلا ورغم ذلك بيكحوا في وش بعض وبيعتصوا في وش بعض، مفيش الماسك والكلام دوت، رغم يعني وقاعدين كلها سهرات وكلام من ده. الحقيقه ماشي في سكه مختلفه تماما. محتاجين لشيء من المسؤوليه دكتور نبيل، مش كده؟ نعم، نحن محتاجون لشيء من المسؤوليه. ايوه بالظبط، وهو الوعي موجود لكن انت الاستهتار موجود. الا تعلم مثلا ان في شائعات حتى الان، مثلا يجي يقول لواحد مثلا التاني يقول له انا هاخد الماسك، يقول له هتاخد الماسك ده، الماسك ده بيقولوا عليه كذا وكذا وبيعمل. شوف الشائعات ديت للاسف في الوقت المتحضر فيه، واللي هو اصلا الدوله بتبذل جهد عشان تحقق مناعه وحصانه للمواطن، الناس تطلع اشاعات غريبه جدا. فاحنا اللي محتاجينه فعلا محتاجين يعني كل واحد يعني يعرف الحقيقه، لابد ان يبذل جهد في ان هو طبعا يقنع الاخرين بالتحصين والامصال والتباعد الاجتماعي. لابد التباعد الاجتماعي. طيب نعم يا فندم، قراءة سعادتك حاليا للوضع الوبائي في مصر، هل نحن على الطريق الصحيح؟ وزي ما حضرتك تعلم تماما ان بالفعل الدولة انتهجت سياسة يعني سريعة في ان يحصل 40 مليون مواطن على هذه الجرعات، وكما تعلم حضرتك ان بالفعل بدأت بعض الدول العودة الى الحياة الطبيعية مثل الامارات والسعودية، هل نحن نقترب بإذن الله من هذه المرحلة يا دكتور نبيل؟ بحضرتك بقى الالتزام بتاع المواطن وحرصه. نعم، بحضرتك كلنا كمجتمع. ليه؟ لأن أنا بقول لك كلنا ليه؟ لأن مثلا لو احنا حتى لقينا أفراد مش مهتمين بالموضوع بالحرص والتباعد والكلام دوت نرشده على طول، نلاقي واحد على إشاعة مثلا الفاكسين ولا كلام من ده، لابد إن احنا نقنعه. مهم جدا جدا دور المواطن. نعم. ليه؟ لان للاسف البؤر الضعيفه بتاثر على الناس التانيين. فمهم جدا جدا، لكن احنا لو في وعي صحي مظبوط عند المواطن وهو طبعا بمنع الاشاعات وتوصيل المعلومه السليمه، زائد ان هو مع الاجراءات اللي الدوله بتاخدها من تحصينات وكلام من ده، اعتقد ان احنا نوصل للحاله ديت، لان هتبقى حاله مرضيه جدا وهنوصل للحاله ديت. فمهم جدا دلوقتي مهمه المواطن يعني العادي، مش هقول الدكتور ولا كلام من ده، مهمه المواطن العادي ان هو يواجه الاشاعات، ولازم ان هو طبعا يفندها. رقم اتنين، يحس المواطنين الاخرين على التمسك بالتباعد الاجتماعي وفي الاماكن العامه ولبس الماسك لو انا في تجمعات مضطر ليها وكلام من ده، يعني لازم يعني. الحقيقة بنتمنى يعني السلامة للجميع. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ الدكتور نبيل الدبركي، مؤسس ورئيس معهد الصدر والحساسية، كنت معنا هاتفيا. دعا وزير الأوقاف محمد مختار جمعة العاملين بالدولة إلى التطعيم ضد فيروس كورونا، واعتبر أن الحصول على اللقاح يأتي من باب الأخذ بالأسباب المشروعة، وأشار إلى أن الدولة توفرت اللقاحات لجميع العاملين. نتابع. احنا بنأكد على أهمية اخذ اللقاح، لقاح كورونا. الدولة مشكوعة، وزارة الصحة اعلنت عن توفر الكميات المناسبة، وهتتيح اماكن متعددة لاخذ اللقاح حتى امام المساجد بدءا من هذه الجمعة. رسالتنا لكل الناس ان اخذ اي لقاح صحي وخاصة في لقاح كورونا في الظروف التي يعيشها العالم من باب الاخذ بالاسباب المشروعة، والاخذ برأي اهل العلم والاختصاص، ويدخل في عمق الحفاظ على النفس التي هي من الكليات الست التي ينبغي الحفاظ عليها.
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صدور قرار بتحصيل غرامات مالية من طلاب الجامعات غير الحاصلين على لقاح كورونا. أوضح المركز أن الإجراءات التي ستتبعها الجامعات حال عدم تلقي الطالب اللقاح لن تتضمن تحصيل أي غرامات مالية، إنما ستتمثل في عدم السماح بالدخول إلى الحرم الجامعي إلا بعد تقديم شهادة تثبت الحصول على اللقاح أو إجراء تحليل البي سي آر أسبوعيا. ونشد المركز الإعلامي الطلاب الذين لم يتلقوا اللقاح سرعة التوجه إلى النقاط المحددة داخل الجامعات للحصول عليه، حيث قد تم تقديم نحو 1,200,000 جرعة من لقاحات فيروس كورونا بالجامعات حتى 16 أكتوبر، وحصل عليها أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب من خلال 302 مركز تطعيم تم تجهيزها في 60 جامعة. أعلنت شركة فايزر الأمريكية أن جرعات لقاحها المضاد لفيروس كورونا للأطفال آمنة وفعالة بنسبة 91%. وضحت الشركة أن أبحاثها الأخيرة شملت الأطفال في سن 5 إلى 11 عاما، وأشارت إلى إمكانية تحصين هذه الفئة من الأطفال في وقت مبكر من الشهر المقبل إذا منحت السلطات الصحية الأمريكية موافقتها على اللقاح. وكشفت الشركة أيضا عن أن إعطاء جرعة تنشيطية من لقاحها أعاد الفعالية بنسبة 95% ضد الفيروس بما في ذلك سلالة دلتا المتحورة. دعت منظمة الصحة العالمية جميع البلدان إلى الحرص على أولوية تلقي جميع العاملين الصحيين والفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بكوفيد-19، لافتة إلى أن ما بين 80,000 و 180,000 عامل صحي توفوا بالفيروس بين يناير 2020 ومايو من العام الحالي. إصابات كورونا حول العالم ترتفع إلى أكثر من 242,400,000 حالة وسط زيادة حالات الإصابة والوفيات. هذا ما ذكرته جامعة جونز هوبكنز، وأوضحت في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 4,929,545 وفاة. منظمة الصحة العالمية أكدت وفاة 180,000 عامل في الرعاية الصحية عالميا بسبب كورونا منذ بدء الجائحة، داعية قادة دول العالم إلى إعطاء الأولوية للتطعيم لأولئك الذين هم في الخطوط الأمامية للأزمة. أما في روسيا فقد اعترف الكرملين بفشل حملة التلقيح المضادة لكوفيد-19 مقارنة بحملة التلقيح في أوروبا، واتهم سكان روسيا بالفشل بسبب عدم تجاوبهم مع نصائح الحكومة بالتطعيم، محملا إياهم المسؤولية في خضم موجة وبائية مميتة. فيروس كورونا تسبب في وفاة ما يقرب من 5 ملايين شخص في العالم منذ ظهوره نهاية ديسمبر في عام 2019، ولا تزال الولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا من حيث الوفيات، تليها البرازيل ثم الهند والمكسيك وروسيا. رفض رئيس اللبناني ميشيل عون تعديلات قانون انتخابات أعضاء مجلس النواب، حيث قرر عون إعادة التعديلات مرة أخرى إلى البرلمان الذي أقره بتصويت أغلبية الأعضاء الثلاثاء الماضي. وقالت الرئاسة اللبنانية إن عون وقع مرسوما يقضي بإعادة القانون للبرلمان لإعادة النظر فيه، حيث أكد عون أن التعديلات الجديدة على قانون الانتخابات تجاوزت كونها مجرد توصية، وأن تقصير المهلة الدستورية لموعد إجراء الانتخابات يمكن أن تتسبب في عدم تمكن ناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي. قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا جير بيدرسون إن الجولة السادسة لاجتماع اللجنة الدستورية السورية كانت محبطة للغاية ولم تصل إلى تفاهم لصيغة مسودة دستور جديد. كانت أعمال اللجنة الدستورية قد انطلقت الاثنين الماضي في فيينا بحضور 45 ممثلا عن الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني بهدف صياغة دستور جديد يقود إلى إجراء انتخابات في سوريا بإشراف الأمم المتحدة. أحداثنا متواصلة من التلفزيون المصري وفيها بعد الفاصل. واشنطن تتعهد بمساعدة تايوان في الدفاع عن نفسها.
قال البيت الأبيض إن السياسة الأمريكية المتبعة حيال تايوان لم تتغير، مؤكدا أن واشنطن ستحترم تعهدها بمساعدة تايوان في الدفاع عن نفسها وستواصل معارضة أي تغيير أحادي للوضع القائم، ونبهت الصين الولايات المتحدة إلى ضرورة التزام الحذر بشأن جزيرة تايوان. في أحدث مؤشر على التنافس بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية تعود قضية تايوان إلى الواجهة، فبعد التوغل الصيني غير المسبوق للقوات الصينية على الجزيرة في وقت سابق من الشهر الجاري، سجلت 149 طلعة جوية في منطقة الدفاع الجوي بجنوب غرب تايوان خلال 4 أيام حين كانت الصين تحتفل بعيدها الوطني. الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن أن بلاده ستدافع عن تايوان إذا تعرضت لهجوم من الصين، في موقف يبدو فيه تحول عن السياسة الخارجية الأمريكية تجاه القضية التايوانية. الموقف الأمريكي الغامض يشير إلى نهج ما يعرف باللبس الاستراتيجي، مع ترك الأمور غامضة حول طبيعة الإجراءات التي قد تتخذ ضد الصين. وردا على التصريحات الأمريكية، نبهت الصين الولايات المتحدة إلى ضرورة التزام الحذر بشأن تايوان، وقالت الخارجية الصينية إننا نحث أمريكا على التحدث بحكمة في قضية تايوان والامتناع عن إرسال أي إشارة خاطئة لقوى استقلال تايوان وتفادي الإضرار بالعلاقات بين بكين وواشنطن وبالسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان. وأشارت أن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، وأن مسألة تايوان شأن داخلي صيني بحت ولا يسمح بأي تدخل أجنبي. وفيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بسيادة الصين وسلامة أراضيها وقضايا جوهرية أساسية أخرى، فليس هناك أي مجال للتنازل ولا لحل وسط بالنسبة للصين. الرئيس الصيني شي جين بينغ أكد مؤخرا رغبته بأن تتم إعادة توحيد الجزيرة مع البر سلميا. يقدم مطعم في المدينة القديمة بالموصل العراقية طبق لحم تقليدي لذيذ يسمى الكبة، والمعروف أيضا بنفس الاسم في بعض أجزاء الشرق الأوسط. وتتكون كبة الموصل بحشوة اللحم المفروم الممزوج بالبصل واللوز والزبيب. نتابع. إضافة إلى كونها مشهورة في جميع أنحاء العراق، فإن كبة الموصل المعروفة هي وجبة بأسعار معقولة تتراوح ما بين دولار إلى نحو 17 دولارا. تصنع كبة الموصل عن طريق تغليف حشوة اللحم المفروم بطبقتين من العجين المستدير، ثم يتم سلقها أو شيها أو قليها. يتخصص مطعم إيوان كبة في المدينة القديمة في الموصل في صنع الطبق التقليدي. جينا كملها، وبعدين الأخوة هاي يشتغلوها يفوشوها ويعملوها كبة، يخلوها الحشية. الحشية عبارة عن لحم هبو وحجر وقليل من الطرف، ويخلوها ويعملوها كبة اللي هي كبة الموصل. يختلف سعر الوجبة في المطعم بشكل كبير حسب حجم الكبة والحشو. تعرف الكبة في بعض مناطق الشرق الأوسط بنفس الاسم، وللطبق تنويعات عديدة في الإعداد بما في ذلك النوع الذي يقدم دون طهي اللحم. أصحاب الكبب الموجودة بالموصل هم يشتهرون بالخلطة، نحن نسميها الحشية اللي هي اللحم والبصل مالتها، بالإضافة للعجينة. فتشوف لما تأكل الكبة تكون خفيفة، حتى ما تكون ما تأذي المعدة، حتى بالنسبة للكبار والعمر ما تصير ثقيلة يعني على المعدة. أكلنا الكبة في غير مكان، لما نطلع لبغداد فتشوف المطاعم اللي موجودة يوجد لدينا كبة موصلية. وما يميز أصناف الكبة في الموصل أنها خفيفة جدا. مطعم إيوان هو أحد المطاعم التي أعيد بناؤها في المنطقة بعد انتهاء حكم تنظيم داعش الإرهابي عام 2017. كل عام وحضراتكم بخير، تزامنا مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وفي إطار تفعيل وزارة الداخلية لدورها الإنساني والاجتماعي، قامت الوزارة بإفادة مأموريات لدور رعاية الأيتام والمستشفيات لتوزيع حلوى المولد على قاطني تلك الدور والمرضى بالمستشفيات بهدف دعمهم ومساندتهم وتحقيق التواصل مع كافة فئات المجتمع. نتابع. في
في إطار ما توليه وزارة الداخلية من أهمية قصوى لدورها الإنساني والاجتماعي وحرصها على تحقيق التواصل مع كافة فئات المجتمع والاحتفال معهم بالمناسبات والأعياد، فقد قامت الوزارة بتوزيع حلوى المولد النبوي الشريف على قاطني دور رعاية الأيتام احتفالا معهم بذكرى مولد خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أمر رسم الفرح والبهجة على وجوههم للاهتمام الذي توليه الوزارة لهم والمساندة والدعم المستمر، والذي تجلى في هذه الزيارة وزيارات أخرى متواصلة للوقوف على احتياجاتهم وتلبية متطلباتهم. والحقيقة دي عادت كل سنة معاهم، وهم بيبقوا مبسوطين جدا الولاد وبيحضروا تذكارية وفرحوا جدا بحلاوة المولد. أنا أنتهي دي فرصة وأوجه شكر لوزارة الداخلية على مجهودها ودعمها لأيتام جمعية المواساة. واحنا مبسوطين جدا ان هم جولنا ومشكور ليهم جدا انا واخواتي. الحاجات دي طبعا بتفرق مع الاولاد عندنا، خاصه ان احنا عندنا اولاد ما لهمش اهالي كتير، فلما بيجوا لهم زياره بيكونوا فرحانين جدا وبيكونوا مبسوطين. كما تم توزيع حلوى المولد على الأطفال الذين يتلقون العلاج بعدد من المستشفيات، وهو ما أدخل السعادة في نفوسهم ورسم الفرح على الوجوه التي أنهكها المرض، وبما يسهم في رفع روحهم المعنوية لمواجهة المرض حتى الوصول إلى مرحلة الشفاء الكامل. وتحرص الوزارة على هذا التقليد سنويا في إطار الدعم الذي تقدمه الوزارة للمرضى بالمستشفيات المختلفة من زيارات إلى تقديم هدايا عينية في كافة المناسبات. أنا بشكر الضباط النهار اللي جموا ودونا حلاوة المولد، وكنا مبسوطين جدا وبنتي كانت مبسوطة جدا، يعني كتر خيرهم إن هم ما نسوناش. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاية، شعب وقيادة وشرطة إحنا وكل فرد. تلك المشاهد الإنسانية وغيرها هي لوحة إنسانية تعبر عن استراتيجية اجتماعية تنتهجها وزارة الداخلية إلى جانب استراتيجيتها الأمنية، هدفها تحقيق التكافل الاجتماعي والتواصل مع كافة فئات المجتمع والتشارك معهم في كافة المناسبات ودعمهم ومساندتهم، فالكل في وطن واحد يسعى فيه للوصول إلى أفضل حياة، وهي حياة كريمة. لو تحتاجينا بتلاقينا دايما. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. حصدت الهيئة الوطنية للإعلام 3 جوائز بالمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس في دورته 21 تحت شعار دورة التواصل والتجديد الذي نظمه اتحاد إذاعات الدول العربية، حيث فاز برنامج أبطال على خط المواجهة إنتاج شبكة صوت العرب بالجائزة الأولى بمسابقات التبادلات البرامجية الإذاعية، كما فاز برنامج نظام الرقمنة في وزارة الصحة المصرية بالجائزة الأولى في مسابقات التبادلات البرامجية الإذاعية والبرنامج من إنتاج صوت العرب الإذاعة المصرية، كما فاز برنامج المتاهة من إنتاج التلفزيون المصري بجائزة أفضل فيلم وتيقين في الإنتاج التلفزيوني العربي الأوروبي المشترك. وقال حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قال إن مسابقات المهرجان شهدت تنافسا قويا لجودة وتميز كافة الأعمال الإذاعية والتلفزيونية المشاركة بالمهرجان الذي يعتبر فرصة جيدة للتواصل والتنسيق بين الإعلاميين العرب. والآن جاء موعدنا مع الجولة الصحفية، نستهلها بجريدة اليوم 7. الكهرباء 21% من الاستهلاك خلال صيف 2021 مولد من محطات الطاقة المتجددة.
ومن الأخبار اليوم القوى العاملة تعيين 811 شابا بأصوات، منهم 15 من ذوي الهمم والعزيمة. وفي الأهرام سفير مصر في سكوبيا يناقش سبل تعزيز معدلات التبادل التجاري مع مقدونيا. والجمهورية وزير النقل يبحث مع وفد البنك الدولي الأوروبي لإعادة الإعمار الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة. يتوقع خبراء الأرصاد الجوية اليوم السبت أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة وجميع الأنحاء، لطيف ليلا على حضراتكم، بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم بإذن الله. سيداتي والسادات، أحداث 24 ساعة عرضنا لها من الفضائية المصرية والقناة التالية، في أمان الله.